أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقوم بزيارة عمل لولاية يرت. أجواء روحانية بمناسبة المولد النبوي الشريف بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة. إحياء تقاليد المولد النبوي الشريف بولاية البليدة. تكريم حفظة القرآن الكريم بولاية بتنة. حملة تحسيسية من طرف المديرية الجهوية للجمارك بمناسبة المولد النبوي الشريف. حجز أكثر من 13,000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بولاية سيدي بلعباس. بداية، قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بزيارة عمل إلى ولاية يرت. هذه المؤشرات بنينا عليها احنا توصيات في مجال العمل على تعزيز هذه المؤشرات. وين شفتوا مثلا في قطاع الضمان الاجتماعي في مجال التامين، يعني في مجال التامين، وفي في العرض اللي كنقدموا مدير التشغيل حول يعني الفئة الناشطة هنا على مستوى الولاية، اللي مدينا توجيهات المدير صندوق باش يزيد يعمل أكثر على تعزيز توسيع قاعدة المشتركين والامتصاص من الإطار غير الرسمي. شفتوا باللي الارقام فيها نسبه زياده في نسبه عدد المشتركين. هذه النسبه الزياده خلقت فائض على مستوى تسيير صندوق التامينات الكناس، ولكن هي مؤشرات تدل على انه فيه تنميه اقتصاديه، فيه حركيه اقتصاديه. هذه الحركيه اللي راهي دائما في تصاعد على مستوى عدد المستخدمين، وكذلك على مستوى عدد المشتركين، وكذلك على مستوى الوعاء الاشتراك اللي شفتوه زياده نسبة 12% في القطاع الخاص. وهنا وهذه الأرقام تؤكد أنه في الجزائر ما عندناش عجز كرونيك، عجز دائم، عندنا عجز مرحلي، عجز انتقالي. بمجرد إن شاء الله التنمية هذه تبقى في التصاعد تاعها وتكون على أسس، الآن راهي على أسس سليمة، الآن راهي على أسس صحيحة نظيفة، على فهذه الانطلاقة راح تكون انطلاقة سليمة. وكل ما يكون هذا التعزيز والامتصاص من الإطار غير الرسمي راح يبدا يتحول اللون تاع الديفيسيت اللي في صندوق التقاعد الى ان شاء الله بوركوا با في السنوات القليله القادمه ان شاء الله في اقل وقت راح نتحولوا الى اللون الاخضر ونقضيوا على العجز ان شاء الله في صندوق التقاعد. هذه اهم الانجازات. كنا خذينا ايضا قرارات بتحويل يعني تحويل مقر تاع الوكاله الولائيه للتشغيل الى مقر اخر نظرا للظروف اللي كنتوا شفتوها كامل. هذا واش درنا اليوم. نتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. في اجواء روحانيه واناشيد دينيه، نظم قصر الثقافه مالك حداد بقسنطينه حفلا بمناسبه المولد النبوي الشريف. الاحتفال يعد ترسيخا للابناء واحياء لذكرى خير الانام محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تغطيه الزميل بلير طارق. بمناسبة إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نظم قطاع الثقافة عدة نشاطات ثقافية لإحياء هذه المناسبة، ومن ضمنها نشاط على مستوى دار الثقافة يتمثل في قاعدة تقليدية وحفل فني لكل من الفنان بو حبيلة. كانت هذه كل النشاطات في أجواء روحانية، تم من خلالها تكريم بعض الفنانين والفرق في الإنشاد. اليوم
اليوم هو يوم مولد السيد الخلق سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا هنا في دار ثقافة ملك حداد نحتفي بهذا اليوم، اليوم يعني الكبير اللي لينا احنا، أجواء روحانية في دار ثقافة ملك حداد، أناشيد دينية، أطفال، احتفالات، يعني وخاصة يعني عندنا حنة الأطفال اللي شاركنا فيها، وأنا بنفسي رحت حنيت الأولاد، شفت الفرحة يعني في عينيهم وهما يحني وكل، وإحنا درنا هاد الأجواء كل باش نسخوها نسخوا هاد الذكرى هذه في للأطفال في عقولهم في قلوبهم، باش مستقبلا هذا ما تنضطرش تعود كل عام يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. النبوي الشريف وكان يعني حفل جد رائع، كان فيه مدائح دينية، يعني شفنا يعني العادات والتقاليد تاع القسنطينة، شفنا يعني حوايج يعني اللي خلاوهم جدودنا، ويعني كان حفل جد رائع، يعني مدابينا يعني كل عام تكون كيما هكا حفلات نحيو بها الحفل النبوي كيما هكا، يعني ما فيهاش يعني غناء ولا راهم مدائح دينية، وتشرف لمدينة قسنطينة انه حضرنا الحنة تاع الاطفال هكا الصغار وفرحوا وباللباس التقليدي يعني اجواء روحانيه مليحه بزاف اللي داروها لنا اليوم. تحيي ولاية البليدة تقاليد المولد النبوي الشريف بمشاركة دار الفنان المرحوم رابح درياسة ومديرية السياحة والصناعة التقليدية. تغطية إبراهيم قريرية. بليدة بالتنسيق دائما مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية البليدة تنظم هذا التظاهرة الفريدة من نوعها. وش ولدي يا من عمرتي لي داري. أحيت اليوم دار الفنان المرحوم رابح درياسة بالتعاون مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالبليدة حفلاً ثقافياً بمناسبة المولد النبوي الشريف، واحتفل الحضور بتلك المناسبة الدينية بروح من الوحدة والتراث الإسلامي. شمل الحفل مشاركة عدد كبير من الحرفيات الذين عرضوا منتجاتهم التقليدية المميزة، مما ساهم في تعزيز الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في المنطقة، وقد تم تقديم العديد من الأنشطة الثقافية وكذلك الفنية التي تعكس القيم والتقاليد المرتبطة بالمولد النبوي الشريف بما في ذلك تقاليد بوشيخة. ومن ولاية بتنا وبمناسبة المولد النبوي الشريف تم تكريم الفائزين في المسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم المنظمة من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بتنا. تغطية الزميل تقي الدين بن قريشي. حرج حرج ولا عن المريض حرج ولا عن الله ورسوله الله قد تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيخرجون فتسمعون والقائمين على المدارس القرآنية
والمناطق الرفاهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها هو مسجد عمار بن ياسر يحتضن فعاليات حفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى الغالية على قلوبنا والغالية على قلوب ساكنة الأوراس وساكنة ولاية باتنا وكذلك على قلوب جميع الجزائريين. هذه الذكرى التي نحتفل من خلالها بميلاد النور صلى الله عليه وسلم. نحاول من خلالها أن نكرم كل أبنائنا طلبتنا وتلاميذنا الحائزين والحافظين لكتاب الله، الفائزين في المسابقات التصفوية والمسابقات المحلية، والذين كانوا نتاج ثمرة مجهود لمسيري القرآن الكريم الذين سيكرمون كذلك اليوم. طبعا هذا الحفل كان تحت رعاية سامية سيد ولي الولاية وبمشاركة مجلس الشعب الولائي. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لحفظ كتابه الكريم وجعلني اليوم من الفائزين، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل والدي الكريمين والشيخ الفاضل فاروق بركات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. وأنا اليوم سعيد جدا لنجاحي في هذه المسابقة. الله تعالى وبركاته، معكم طالب بركات محمد الأمين، متسابق في مسابقة الشؤون الدينية والأوقاف باتنا، متحصل على المرتبة الثانية في فئة 60 حزب. تم توفيقي بفضل الله تعالى وتفوقت بمرتبة ثانية، وتم تكريمي بعمرة، والحمد لله تحقق أكبر أحلامي وهو أن أحصل على عمرة. المتفوق في المسابقة الولائية للمولد النبوي الشريف المرتبة الثالثة والمتحصل على عمرة. أولا نشكر كل الأطقم التي ساهمت في هذا الحفل البهيج، والحمد لله رب العالمين. نظمت المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة حملة تحسيسية بمناسبة المولد النبوي الشريف لمكافحة الاتجار الغير شرعي بالمفرقعات والألعاب النارية لمستعملي الطريق. تغطية الزميل إبراهيم قريري. تعد المفرقعات والألعاب النارية من الظواهر الشائعة في الاحتفالات، وتزامنا مع المولد النبوي الشريف قامت المديرية الجهوية للجمارك بولاية البليدة بحملة تحسيسية ضد المفرقعات وحث المواطنين على خطورتها تحت شعار مولد بدون مفرقعات. السيدة تبلاوي أديسان مديرة الفرعية للإعلام الآلي والاتصال المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة. إذن في إطار تجسيد مضمون المخطط الاستراتيجي 2022-2024 وتنفيذاً لتعليمات سيد المدير العام للجمارك وتزامناً مع احتفال الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، قامت إدارة الجمارك الجزائرية ممثلة في المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة بتنظيم حملة تحسيسية لمجابهة الاتجار الغير شرعي بالمفرقعات والألعاب النارية والوقاية من مخاطر استعمالها. لذا ارتأت المديرية القيام بتنظيم خرجات ميدانية على مستوى نقاط ورقبة الطريق بتمزيدة في إقليم الاختصاص من أجل تحسيس المواطنين وتوعيتهم بخطورة استعمال هذا النوع من الألعاب سواء على صحتهم أو على ممتلكاتهم. وجاءت هذه الحملة تحت شعار الجمارك الجزائرية من أجل المولد النبوي بدون مفرقعات. أشكر الجمارك الوطنية على القيام بالحملة التحسيسية ضد المفرقعات اللي شفنا كل سنة الحوادث اللي تصرى منها دائما ندموا عليها بعد المولد النبوي. صحة ربي نوركم وإن شاء الله ربي يقدركم، هذا واش نقول لكم. ومولد نبوي شريف للأمة الإسلامية كامل والشعب الجزائري خاصة. كل عام وهم بخير وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة والهنا والحمد لله. إن شاء الله بالصحة والهنا للشعب الجزائري، للبوليس، للجندرم، للدرك الوطني، للدوان كامل إن شاء الله. تحية الجزائر، تحية، الله يستر بلادنا وولاداتنا. مواصلة لمهامها الرامية لمكافحة الاتجار غير الشرعي للمفرقعات والألعاب النارية، تمكنت أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية
كانت موجهة لغرضي المتاجرة. هذه العملية أسفرت عن حجز أكثر من 1300 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل هاشمي الحسن. مواصلة لمهامها الرامية لمكافحة الاتجار الغير شرعي بالمفرقعات والألعاب النارية، تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كميات معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية كانت موجهة لغرض المتاجرة. هذه العمليات أسفرت عن حجز أكثر من 13,000 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. هذه الكميات تم حجزها بعد عمليات مراقبة شملت عدد معتبر من المحلات التجارية، حيث أسفرت عن حجز كميات متفاوتة من هذه المفرقعات والألعاب النارية التي بلغت في مجموعها أكثر من 13,000 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم.